قبل قليل جاء مصطفى يسجل هدف مع ناديه باير ليفركوزن الألماني، اللاعب اللي أثار جدل كبير بالأيام الأخيرة. جاء مصطفى كان على دكة البدلاء في هذه المباراة للدقيقة 60، وبعد إصابة أحد زملائه نزل جاء مصطفى عند الدقيقة 60 وسجل هدف فريقه الوحيد. المباراة اللي انتهت بخسارة فريق جام مصطفى باير ليفركوزن 3-1 من نادي مونستر في البوندسليغا الدوري الألماني الممتاز. خلونا نشوف الهدف سوية، ولكن كالعادة قبل ما نشوف الهدف لا تنسون الصلاة على خير الأنام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعبة الكرة من الحارس، من حارس مرمى باير ليفركوزن إلى جان مصطفى اللي حطها بالشبك بهاي الطريقة. طبعا يعتبر هدف سهل نوعا ما، ولكن وجب انه نعرض هدف لاعبين منتخبنا الوطني السوري. ولكن في شغله غريبه انه صنعه الحارس، حارس مرمى باير ليفركوزن. ولكن ايضا يحسب لجان مصطفى التمركز والسرعه، سبق المدافعين وحط الكره بمرمى نادي الخصم. وهاي ايضا مهارات لجان مصطفى بالمباراة. شوف راوغ اثنين وحطها، ولكن اتت عارضة. هاي ما قدمه جان مصطفى اليوم بالبوندسليغا الدوري الالماني الممتاز. والله انا لسه عند كلامي، جان مصطفى يستحق التواجد مع منتخبنا الوطني الاول. ولكن كما قلت لكم، بعد ما صرح الكابتن مارك فوتا وقال انه كل قراراته منه وكل اختياراته للاعبين منه، فأنا اطمأنيت. وحتى لو شال جام مصطفى أو شال أي لاعب محترف، إحنا مع مارك فوتا بكل قراراته، لأنه بالنهاية هو المسؤول الأول والأخير عن قراراته. إذا ربح يتكافأ، وإذا خسر يتعاقب، يتعاقب بالإقالة طبعا، مو بضرب العصي. هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى لايك والاشتراك. السلام عليكم.